الجاسو هو نوع من أنواع الجان زيه زي العفاريت، عمار المكان، المرضى وغيرهم، ولكل جان صفات معينة، وده بقى بيكون هدفه الأذى النفسي والسيطرة على العقل اللي بيحلم. الجاسوم أو شلل النوم، المصطلح ده أكيد مر عليك قبل كده، ويمكن اتعرضت ليه وعشت معاه دقايق مريبة وصعبة من التحكم والتأييد والخوف، شعور خفي مزعج جدا بتحس فيه إن روحك بتتسحب وتشتت، وإنت مش عارف هل اللي بيحصل معاك ده واقعي أصلا ولا مجرد كابوس مزعج. اللي انت بتحسه وانت نايم ده بيرجع لسببين، سبب خارق للطبيعة ما ورائي يعني، والتاني علمي عقلاني بحت. وهنا لازم كويس نفرق بين المصطلحين، ونبتدي الأول بالسبب الماورائي ألا وهو جان الجاسوم. بالليل وانت قاعد لوحدك أو حتى لو معاك حد بتظبط سريرك، وبعد يوم متعب وانت مجهد بتروح في النوم، وهنا بيحصل أمر عظيم، إن روحك بتفرقك بمجرد ما تدخل في النوم العميق وبتطلع لفوق وتسيب جسمك على سريرك. وعشان كده في آية في القرآن شرحت الموضوع ده، وبيها عرفنا إن النوم هو موت مؤقت، وربنا بيقول فيها بسم الله الرحمن الرحيم: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، صدق الله العظيم. معنى كده إن الروح وقت النوم بتكون خارج الشخص اللي نايم، فالطبيعي إنك أول ما بتصحى الروح بترجع مرة تانية لجسمك. هنا بقى بتحصل المشكلة. الجاسو هو نوع من أنواع الجان زيه زي العفاريت، عمار المكان، المرضى وغيرهم، ولكل جان صفات معينة، وده بقى بيكون هدفه الأذى النفسي والسيطرة على العقل اللي بيحلم. لكن من ناحية القوة فهو ضعيف على عكس العفاريت ومرضة الجان مثلا. وما تستغربش، الجان ليهم تصنيفات في القوة زي البشر بالظبط. المهم الجاسوم اعتماده الكلي على إدخال الضعف والرعب لجسمك وقت رجوع الروح للجسم، وهنا وقبل ما تصحى بيتداخل مع الروح على نفس الجسم. وزي ما احنا عارفين جسم الإنسان لا يحمل إلا روح واحدة، فهنا بيحصل اضطراب شديد وانت لا اراديا بتبتدي تصحى، وهنا الصدمة، بتحس انك متكتف وفي شيء غريب كده فوقيك بالظبط كأنه في نفس طولك، صوتك مكتوم، نفسك مش طالع، اطرافك شبه مخدرة، عايز تصرخ مش قادر، ممكن كمان تشوف حد من اهلك وبتبقى نفسك تنده عليه لكنك عاجز تماما. وفي ناس بتشوف خيال اسود او ظل قدامهم، ودي في الحالات المتقدمة. انت هنا بتتعرض للجاسوم بشكل مباشر، ولكن فترته دي بتكون مش كبيرة لكن اكيد مخيفة جدا. دي كلها اعراض فعلا مرعبة واكيد مرينا بيها كلنا، ولكن الحل بسيط جدا. اولا لازم ما تخافش وتعرف ان الكائن ده من اضعف تصنيفات الجان وهزيل جدا. ثانيا كل اللي عليك وانت في وضع زي ده انك تقرأ آية الكرسي. هتقولي صوتي ما بيكونش طالع، هقولك اقراها ولو بقلبك، وصدقني هتلاقيه تفك في ثواني معدودة وهرب بعيد. حاجة تانية جميلة جدا ممكن تعملها، وزي ما قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، انك لما تسيب مكان نومك وترجع له تاني ممكن تنفضه بأي أداة للتنظيف عندك عشان تتخلص من بقايا أي شيء متصل بيه وإن كان الجاسوم. انتوا متخيلين مدى ضعفه؟ فما تخافش، انت أكيد أقوى منه. طيب هل بس الجان هو المسؤول عن الظاهرة دي؟ لا طبعا، في سبب تاني ومصطلح تاني، ألا وهو شلل النوم، وده بيمثل الجانب العلمي وبيكون سبب واقعي بحت، وهوضحهولك باختصار وبشكل مبسط جدا. لما بترجع تنام بعد يوم متعب المفروض برضو تدخل الأول في حاجة اسمها نوم أولي أو نوم خفيف، بعد كده مرحلة النوم العميق، ودي فيها مقلتين عينك بتكون ثابتة تماما وما فيهاش مشكلة. ولكن في مرحلة تانية للنوم، وهي لما بتحلم أيا كان نوع الحلم إيه، هنا مقلتين عينك بتبتدي تتحرك بسرعة كبيرة جدا، والمخ بيستجيب فيبعت إشارات للعضلات الإرادية والأطراف زي الرجلين والدراعين
واللسان وغيرهم، إنه يشل حركتهم تماما. وده بيحصل عشان يحميك من فكرة التفاعل على أرض الواقع مع حلمك الافتراضي، ويمنع بالتأكيد أذيتك لنفسك. واللي بيحصل بقى إنك في وسط حركة العين دي، ولما بتدي إشارات للمخ بارتخاء العضلات والسكون التام، ممكن يحصل اضطراب ما يخليك تصحى فجأة، وهنا بيجيلك شعور بشلل كلي، ولسانك مش قادر تحركه، وفي شيء غريب مكتفك وحركتك تقيلة جدا ومش قادر حتى تلتفت. شعور بالخنقة غير طبيعي بأعراض قريبة جدا من الجسوم. وبرضو أحب أقولك ما تقلقش، ده مش مرض خطير أو حاجة بتسبب أضرار جسيمة. أنت بس وأكيد إذا حصل لك كده بتعاني من تفكير كتير وممكن أعراض اكتئاب. طيب دلوقتي إحنا اتكلمنا عن النوعين دول اللي ملهمش تالت، فإيه بقى الحل؟ بالنسبة لجان الجسوم، ففي خطوات مهمة جدا. أولها تنفض مكان نومك يوميا قبل النوم، ودي وصية من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهدفها هو تنقية مكان النوم من أي بقايا أو تعلق، سواء جان الجسوم أو غيره. آية الكرسي طبعا، وخواتيم سورة البقرة أو الأذكار، وأخيرا المعوذتين والإخلاص. ولو لا قدر الله زارك بعد كل ده، وطبعا ده شيء نادر، هتقرأ آية الكرسي إذا حسيت بالأعراض دي أول ما تصحى، وحتى لو لسانك مش قادر اقرأها بقلبك، وبعدها هيتفك تماما لأنه هيحس بيها. وزي ما قلتلك هو ضعيف بشكل مش ممكن تتخيله. بالنسبة لشلل النوم والسبب العلمي، فده بيحصل نتيجة لأنك مرهق نفسيا جدا، عندك أرق شديد أو نومك مضطرب، وساعتها بتدخل في حالة النوم الحالم على طول من غير ما تعدي على مراحل النوم بترتيبها الطبيعي. فلازم تقلل كافيين، ما تاكلش قبل ما تنام بساعتين على الأقل، وتحاول تطرد الأفكار اللي عقلك زهق منك وقرب يسيبك بسببها، وبكده هتقلل تعرضك للحالة دي بشكل كبير جدا. أخيرا لو عايز تعرف أو تفرق وانت في الحالة دي، هل ده جسوم ولا شلل نوم؟ جرب أولا آية الكرسي، لو اتفك على طول يبقى الجسوم، لو لا يبقى شلل النوم، وانت حاسس بكده بسبب إرهاق نفسي. وساعتها وعشان تتفك بشكل أسرع بدل ما تستنى كل ده، هتلاقي لو ركزت في حاجة كده زي خيط أسود رفيع جنب راسك، كل اللي عليك تضغط عليه بأسنانك وتقطعه بيها، ولو حصل هتلاقي القصة انتهت تماما. ولو ما حصلش وضغطت على الخيط برضو بس من غير ما تقطعه، هتوصل لنفس النتيجة. طب ايه الخيط ده؟ اتقال انه في حالة شلل النوم مش الجسوم، بيظهر الخيط ده كناية عن ان العقل لسه مخدر الجسم، فلو قدرنا نقطعه بسناننا هنفوق على طول. ناس كتير منكم متأكدة بانهم مروا بتجربة الجسوم مع اختلاف التفاصيل، وعشان كده هستناكم في الكومنتس تكتبوا ايه اللي حصل معاكم وعملتوا ايه عشان تتخلصوا منه، حسيتوا ايه وقتها، وايه الظروف النفسية الصعبة اللي خلتكم تبقوا مستعدين لزيارته. وفي حاجات تانية كتيرة مرعبة بنتعرض ليها ومش عارفين سببها، هنحاول نتكلم عنها قريب ان شاء الله. ولحد الوقت ده ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو واشتراك في القناة، وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم اي فيديو جديد. دمتم دايما بخير، وليكم كل الحب.